شفتك شفتك يمكن يكون معايا ان هو ازاي لو معايا الدكتور مبارك لا للاسف بس انا ممكن اقول لك حاجه انا معايا رشاش دايركشن كنترول فالف اللي هو وان واي لا في معايا رشاش مكسور لا لا في معايا رشاش ده نوع من انواع الرشاشات ده نوع من انواع الرشاشات تمام ده نوع من انواع الرشاشات خد بال حضرتك الميزه فيه ان انا بعمل ايه بحط البلط ده هو بلف كده بحط البلط بتاعتي وانا قافل وفين دي الكاب تمام بس ده هناخده بعدين تمام ده الشاشه بتاع الروتر من السيستم او الضباب المائي الضباب المائي الروتر شغل ده من السيستم تمام لو قعدت اشغله مثلا اه طبعا ده ما تلميش بقى تمام ده احد انواع ده واحد من المراحل الكلام بتاعنا تمام فده مش مشكله ده بس ما بتكلمش عن حاجه بس بتكلم عن حاجه ثانيه استنى بس كده خلاص اتفقنا حضرتك ان البلاس بالك او ممكن يتبيت طيب جم قالوا ايه حاجه ثانيه كمان جم قالوا ايه قال لك طيب الفيجوال انسبكشن بتاعك درجه الحراره جميل قوي ان انت تحط تخلي الليكويد اللي موجود ده ليه درجه حراره معينه طب لنفرض ان الولد اللي هو التكنيشن اللي موجود فيه رشاش من الرشاشات ضرب وحب يغيره الرشاش ثاني الرشاش مكتوب عليه 67 درجة 80 درجة 90 درجة 130 درجة 300 درجة تمام؟ اوكي؟ طيب راح واخد الرشاش اللي مكتوب عليه أي حاجة تمام وحطهوله حظك إن نايم إن هو إيه؟ اللي حطهوله لك الرشاش ده بيقيس عن 300 درجة مئوية وحصلت حريقة في المنطقة دي والرشاش ما قامش صح؟ يعني عشان كده هو الكود بيساعدك بص بقى ايه الكود ايه يساعدني في كده فكروا دايما قال لك الله يبقى ايه رايكم لما نيجي نعمل كالوري للتمبريتشر نعمل ايه كالوري للايه للتمبريتشر التمبريتشر عند الرينج الفلاني الفلاني نحط الليكويد نفسه كالوري عشان كده هو راحوا مع المين حطوا تمبريتشر ريتنج معاها ايه؟ ايدنتيفيكيشن ليها كلر معين. بقيت انت تبص على طول الرشاشات دي لونها ايه؟ لونها ازرق يبقى عند ايه؟ عند الدرجه الفلانيه. لونها احمر عند الدرجه الفلانيه. لونها اخضر عند الدرجه الفلانيه. لونها اسود عند الدرجه الفلانيه. تمام؟ والحته دي هنلاقيها في الصفحه رقم 27 خدها في صفحه رقم 27 حضرتك هتبص تلاقي هنا هو ايه؟ درجه الحراره والكالر ايه؟ كالر كودز اه ده يساعد مين يا فندم؟ يساعدك انت از انسبكتور كراجل بيفتش او كراجل استشاري او كراجل مقاول تمام؟ ده تفتش على طول على الولد التكنيشن بتاعك اللي هو بيركب تبص تلاقي اه لا كلها خضراء هو فعلا نفس الفينش ليه؟ لان ارتفاع السقف عالي يا باشمهندس تمام؟ استحاله ان انت حضرتك هتطلع على كل رشاش بالسلم وتشوف درجه الحراره مكتوب عليه كام؟ صح؟ عشان كده دايما الكود بيقول ايه؟ بيقول ثينك بيفور يو دو هم حطوا كده ليه؟ تمام حضرتك؟ تمام كده يا جماعه؟ طيب نرجع تاني كونسيد يا دكتور ما بقاش باين ايه؟ كونسيد ما بقاش باين كونسيد ما بقاش باين بس انت بس على الاقل بس تبقى شايفه بتفك الغلط يعني نيجي بعد كده هو جم قالوا الله طب احنا عايزين يا جماعه فاضل ايه تاني في الرشاش؟ نفس المكان اللي فات. ايوه هنا هو كيف. نفس المكان اللي فات. شكرا يا دكتور. الكي فاكتور بتاعي بيتحدد من الناحيه السايز.
فاضل حاجه اسمها الاورينتيشن. اورينتيشن لا ده كي. اما احط الرشاش لفوق بنسميه ابرايت ولا بندنت ولا سايد مود. يعني ايه الكلمه الراجل اللي بيقول ده؟ ايه حكايه السايد مود والبندنت والابرايت؟ هم قالوا لي قالوا لو انت عندك احنا اتكلمنا على فكره امبارح في ايه في التعريفات بتاعت الفور سيري وبتاعت الريز فلور مظبوط. طيب لو انت عند حضرتك فور سيري دي اهو صح؟ يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ في رشاش متركب فين؟ في الفور سيلينج ده تمام؟ اوكي؟ والفور سيلينج ده الرشاش يضرب ميه فين؟ ينزل فين؟ لتحت صح؟ طيب ده بنسميه ايه؟ بنسميه بندنت لاين. بندنت لاين كويس؟ طيب في ما عنديش سقف ساقط تمام؟ ما عنديش انا ايه؟ سقف ساقط. والسقف الساقط ده مش موجود يبقى ممكن اركب ايه؟ الشبكه بتاعتي عادي خالص. بس الميزه فين؟ انا نفسي عايز اخلي ان الميه وهي طالعه تبرد كمان الايه؟ السقف. الحكايه دي حصلت ليه؟ ايه حكايه الابرايت ده؟ الابرايت ان هي الميه تضرب في السقف وتنزل. ليه؟ ليه خلوا دايما الميه تكون عامله ايه؟ تضرب في السقف وتنزل عشان تبرد السقف. تبرد السقف ليه؟ الحركه دي حصلت اوائل القرن 19 في ايطاليا. مبنى كانوا هم بيستخدموا فيه السبريكرز البندنت تمام؟ ومع ذلك حصل فيه حريقه والمبنى وقع. شوف الناس بره بيعملوا ايه؟ تمام؟ زي ما احنا كده بنتكلم في المستوى ده بنتكلم في ايه؟ ثينك بيفور يو دو بنتكلم في ايفن فكر قبل ما تشتغل. المصيبه حصلت وامسك الراجل. لا الراجل اشتغل فكر صح. الكود قايلينها زمان في اول القرن 19 الكلام ده. طب واتس ذا ايرور؟ قال لك الحراره طلعت وسخنت برد السقف اللي فوق تمام؟ برد السقف هي اللي سخنت حصل حاجه اسمها ايه؟ كولابس. برد السقف ما استحملتش درجه الحراره زي ما احنا شفنا في الفيلم الاولاني ان في اول خمس دقائق دول الحراره بتوصل كام؟ 800 تقريبا الحراره عاديه. اما بقى الثاني بقى الحراره حاجه محترمه تمام؟ الكومباس اللي طالع منها كميه حراره طالعه منها دخلت عليه وصل 3000 وده كان معدني وحصل فيه كولابس وما سكتش الدم. فجاه قال لك احنا لازم الميه دي تبرد السقف معايا المرض. عشان كده قلت السقف اللي هو الابرايت لما انا اجيب الميه بتاعتي تقدر تطرش كده بيخلي الرشاش بتاعي فوق. طب استخدم الرشاش دي امتى؟ لما يكونش في عندي سقف ساقط تمام وفي ستور. ستور يعني ايه؟ مخزن. انا عايز المخزن ده يبرد السقف والميه في نفس الوقت ايه تنزل على اللي تحت. طيب دي قال لك في حاجه ثانيه لازم يوصل للسقف. لازم يوصل للسقف الرشاش. هناخد طريقه ترتيبات الرشاش ربنا يسهل باذن الله النهارده تمام. بس هو بس المحاضره برايت لازم يوصل كله رشاشات فقط تمام. بس انا بس عايز افهم الحته دي فين؟ قال الميه لازم توصل للسقف. الميه كده كده توصل بس هو الابرايت بيبقى فيه شمسيه جوه الرشاش نفسه ما بيضرب هي الميه بتنزل كده ما بتوصلش للسقف. ما بتوصلش للسقف خالص. ما بتوصلش للسقف. لا قارب الميه عندك بيعمل لير بس عشان اللير دي بتبرد السقف بيبرد المنش السقف بايظ. كويس. الابرايت عشان الكبش على الجمالون بس الجمالون بيبقى فرقه اعلى من هو فاهم ان المايه لازم توصل للسقف. لا مش توصل للسقف. سقف انا بس هستنى في الانستليشن الجزء بتاع الانستليشن هنتكلم اوكي تمام. هقول لك الانستليشن وصلت لي دلوقتي عشان ما ننساهاش. بس ساكت انا عايز بس اضيع. هو كان عاوز يبقى فيه رشاش يا دكتور. رشاش رشاش ماكسيموم ديستنس ما بين الرشاش والسقف ينزل تحت كام؟ ما يقلش عن 2 سم ونص اخضر. لا انا قصدي يا دكتور ما يلزقش في السقف. ما يلزقش في السقف 2 سم ودي هناخدها في الانستليشن. انت الماكسيموم ما يلزقش في السقف خالص غير 2 سم ونص وما طلعش بره 30 سم ما ينزلش خالص تحت على 30 سم تمام. 32 سم 30 سم تمام. في الاسطح الاول اسوف العاديه مستويه يعني اي حاجه حتى فندم لو جمعت هناخد معلش كده بقول لك اصبر شويه اصبر شويه هناخد الكتاب كل حاجه دي جيت. طيب نيجي بعد كده قلنا طيب الله طب حاجه زي كده هو والمبنى قديم ما
معرفش افك فيه السقف ده، ولو انا عايز ايه عايز اكمله ولامنه، طب لو جيت احط رشاشات في الرشاشات منظرها هيبقى صعب جدا صح؟ فجي قال لك ايه؟ قال لك والله طب في فكره ثانيه جميله قوي، حاجه اسمها ايه؟ السايد والسبين، رشاش ايه؟ رشاش جانبي. انت بدل ما تحط تزرع السقف ده كله شبكه رشاشات، ممكن احط ايه؟ الرشاشات رشاشات ايه؟ جانبيه عن طريق سايد والسبين. تمام؟ الرشاش ايه؟ مدى يضغط لغايه 4 متر ونص، وبعد كده ممكن اقدر اعمل القاعه دي كلها لو هي مثلا 6 متر و 7 متر، احط صف رشاشات سايد بول هنا وسايد بول هنا، هو وامنع خالص وقابل خالص على ايه؟ السقف ده، انا كسر السقف خالص. تمام؟ في قال لك والله يبقى احنا ممكن نستخدم رشاش تاني اسمه سايد بول سبيك. طيب ازاي بنتفرج على شكل الرشاشات دي بالمره؟ ايوه سايد بول سبيك ده رشاش جانبي. في سؤال عايز اعرف فايدته ايه يعني ايه؟ السايد بول الجانبي ان في عندك صعوبه ان انت تستخدم شبكه شبكه رشاشات السقف. اهو بالمنظر ده دي حاجه دلوقتي كده، انا عايز اركب الشبكه، اركب الشبكه والسقف ده سقف ايه؟ سقف صقر صح؟ طب انت هتركب الكيش، عارف الكيش حضرتك؟ كويس؟ هتثبته هنا ازاي؟ مش لازم اجيب السقف الحقيقي عشان احط الكيش مظبوط جوه السقف ده اعرف اشد فيه صح؟ مظبوط؟ هدمر الراجل الايه؟ السقف الصائر ده، الا بقى لو انت بقى راجل غني، شيل يا عم صح؟ شيل السقف كله وحط لي شبكه وحط لي تيشيرت مظبوط، وبعد كده عيد تاني السقف الصائر، التكلفه هتبقى عامله ازاي؟ احنا دايما بنتكلم حط استخدم الكود مظبوط، حط البروتكشن بتاعك مظبوط، ولكن في نفس الوقت خلي بالك من ايه؟ الكوست اللي يفرق المهندس مهندس. لو عندي رودور في النور او حاجه ومساحته كبيره وفرع عادي، استخدم مكتب السايبر. ممكن الامكان الثاني مش هي. في اكزامبلز كتير هناخدها هنشتغل فيها من بكره باذن الله لما يجي لكم الايه مش هي. تمام؟ طيب. انواع الرشاشات لو احنا عايزين نتفرج على اشكالها هتلاقي حضرتك في صفحه رقم 10. صفحه رقم 10 خدت باب حضرتك؟ صفحة رقم 10 هنلاقي السبرينكلر تايبس، ادي اشكالها. تمام؟ بتلاقيها في صفحة رقم 10 عند حضرتك. ممكن نجيب الصورة على حاجة من فضلك. تمام؟ هذه انواع السبرينكلرز، خدت بال حضرتك؟ في انواع اكتر من كده بس انا بكلمها از اكزامبل يعني. ده بنسميها كونسيلد سبرينكلر او ريزيدنشال سبرينكلر، انواع كثيره جدا، وفي دراي سبرينكلرز، خدت بال حضرتك؟ لو انت بصيت حبيت تشوف شكل الستاندردز الرشاشات الستاند والرشاشات اللي هو الفاست ريسبونس، تمام؟ تبص تلاقي ايه؟ اهو شايف الصوره؟ لو انت حضرتك لاحظت هتلاقي في رشاش الازازه بتاعته عامله ازاي؟ ال 5 مللي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وفي رشاش تاني كام؟ 3 مللي، شايف بالعين كده بالعين مجرمه على الظهر بالعين تضرب، واخد بالك؟ كنت دايما اخش اروح الايه المشروع اقول له الرشاش ده شيل كده، عايزين نعرف في الكتاب شغل ايه باين يا ابني؟ ده انت مركب لي ستاندر على 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 ستاندر سبيكر على على فاست سبيكر، كلام مش مظبوط. حاجه من الاثنين، الراجل اللي موصف ده موصف ايه؟ موصف لك فاست ولا موصف لك ستاندرد؟ دي مش مشكلتك.